أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في قناتي The Solitaire 369. سأتحدث في هذا الفيديو عن رعشة العين أو رفة العين. قديما كانت لرعشة العين أو رفة العين بدون قصد لها تفسير بأن شيئا ما سوف يقع قريبا. هي لا ترتبط فقط برفة العين الشمال أو رفة العين اليمين، هي أيضا ترتبط بتوقيت رفة العين الذي يحمل معاني كثيرة. إذا كانت رفة العين من الصباح وحتى وقت الظهيرة، إذا كانت رفة العين اليسرى فهذا يعني أن العلاقات سوف تتحسن بالناس والأصدقاء الذين لم تتواصل معهم منذ فترة طويلة، وبأنكم سوف تجتمعون مرة أخرى أو سيأتيكم اتصال منهم. إذا كانت رفة العين في جهة اليمين فهذا يدل على أن هناك خطورة على المال، ومن المحتمل لا سمح الله أن يضيع دون علمك أو أنك سوف تنفق الكثير من المال أو أن هذا المال سوف يسرق منك، واحتمال أنك سوف تتعرض لحادث سرقة. إذا كانت رفة العين في وقت الظهيرة، رفة العين اليسرى تدل على أنه نتيجة للعمل الشاق الذي تبذله على المدى الطويل سوف تنجح به بإذن الله، وبأنك سوف تفرح بهذه النتيجة، فكن على استعداد للاستمتاع بنتائج وثمار جهودك. بالنسبة لرفة العين اليمين، تدل على أن هناك أشياء غير متوقعة قد تحدث، وبأنه يجب عليك أن تكون متيقظا حتى تتجنب الحوادث والأخبار السيئة لا سمح الله. إذا كانت رفة العين اليسرى في وقت العصر، تدل على أنك سوف تفقد الكثير من المال لو جازفت به، وسوف تندم على ذلك لا سمح الله. أما بالنسبة لرفة العين اليمين في وقت العصر، تدل على أن هناك أشياء جيدة سوف تحدث بإذن الله، وسوف تكون هذه الأشياء صغيرة ولكنك لن تكون سعيدا جدا بها. إذا كانت رفة العين في وقت المغرب، رفة العين اليسرى في وقت المغرب تدل على أنه إذا جاءتك فكرة فقم بتنفيذها بسرعة، وتنفيذ هذه الفكرة سوف يكون سهل جدا وسوف تنجح بذلك بإذن الله. إذا كانت رفة العين في وقت العشاء، رفة العين اليسرى في وقت العشاء تعني بأنك سوف تحصل على نتيجة العمل الجاد، وسوف تحصل على نتيجة مساعدة الآخرين أيضا، وسوف يعود ذلك عليك بالخير، ولكن بشرط أن تكون متواضعا وأن تحسن الظن بالآخرين. قد تكون سببا في لم شمل الأسرة وبأن تكون الأسرة مترابطة ومتعاونة. ما هو تفسير رفة العين اليمين؟ تعني رفة العين اليمين بأنه يجب عليك أن تكون حذرا من النزاعات القانونية، فحاول ألا تسيء للناس وألا تكسر بعض الأشياء والممتلكات الخاصة بالآخرين. ما معنى رفة العين ليلا من بعد العشاء؟
إذا كانت رفة العين اليسرى من بعد العشاء، فهذا يدل على أن هناك أناس يحاولون أن ينصبوا لك فخاً. إذا لم يكن لديك أي خطة أو حتى مال، ستتورط في مشكلة كبيرة. فالأفضل خلال هذه الفترة التظاهر بأنك مشغول وأن لا ترد على أحد. إذا كانت رفة العين اليمنى ليلة من العشاء، فهذا يدل على أن فردا من أفراد عائلتك لديه الفرصة للحصول على المكاسب الغير متوقعة. على سبيل المثال الفوز بجائزة. للمزيد من المعلومات المفيدة في علم الطاقة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة The Solitaire 369 وضغط زر الإعجاب وكتابة تعليق جميل أسفل هذا الفيديو. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.